بسم الله والحمد لله بالتمام والكمال، وشكر لك يا رب الأنام. يقول مولانا في الآية 9 من نفس السورة سبايدر، يعني لاريني دو سبايدر ولا لاريني، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا ثنائية لابد منها، إيمان وعمل، مكاش هيرا وزيت. تقول وما لا تفعلوا، إذا كان ما فعلش بالمقتضى إيمانك، قال ربي كبر مقتل عند الله، تقول وما لا تفعلوا. أش يقول مولانا؟ ومن الناس والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، يعني ربي يعتبرنا من القديسين بمفهومنا نحن المسلمين. ثم القديس يعني يقدس المولى، فبتقديس المولى يلي يحق أن نسميه قديس، ولو من كلمة تقول أنت تطيب خاطر للمؤمنين. وقال لا ندخلنهم يعني بلام التوكيد في الصالحين، أي من ضمن الناس اللي ما تصلح بهم إلا جنة النعيم. الحكاية هاش حاجة لو كرم ربي، مش بالسهل مش نعرفه كل ما قصدته الآيات الكريمة، هي بينات، هي دلائل، هي دي بروف اللي الله هو يتكلم. خالكم القرآن كهو سميته قرآن وبعد زدته فيه، لا راهو كلام الرحمن، وما أدراك ما الرحمن. وهل ينبئك مثل خبير، وأن شكون الخبير الإكسبير نميرو هو الله سبحانه وتعالى.